أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأحباب المسجلين في مساق طرق البحث العلمي، نرحب بكم مجددا في المحاضرة السابعة من المساق، والتي بعنوان Literature Review، أي مراجعة الدراسات السابقة أو الأدبيات السابقة. نستذكر سويا ما درسناه وما مررنا به خلال المحاضرات السابقة. تحدثنا عن صفحة العنوان وأهم شروط الواجب توفرها في صياغة أي عنوان لأي دراسة علمية، ثم تطرقنا إلى محتويات فهرس المحتويات، ثم انتقلنا للحديث عن الجزء الأول أو السكشن الأول أو البارت الأول من البروبوزل أو مقترح الدراسة، وهو الانترودكشن والباك جراوند وما يحتويه من مكونات، من البروبلم ستيتمنت إلى الأوبجكتيفز بأنواعها الجنرال والسبيسيفيك أوبجكتيفز، ومن ثم انتقلنا للحديث عن الجاستيفيكيشن مبررات الدراسة والسيجنيفيكانس أهمية الدراسة والهيبوثيسيس فرضيات الدراسة. وجميع هذه الأجزاء من 1.1 إلى 1.5، أي من البروبلم ستيتمنت إلى الهايبوثيسيس، هي تندرج ضمن الانترودكشن والباك جراوند أو ضمن الجزء الأول من مكونات أو محتويات البروبوزل الدراسة أو مقترح الدراسة. اليوم بإذن الله عز وجل سنكمل طريقنا للحديث عن المكون الثاني أو الجزء الثاني من محتويات البروبوزل أو مكونات البروبوزل، وهو الليتريتشر ريفيو أو دراسات أو مراجعة الدراسات السابقة أو الأدبيات السابقة. الليتريتشر ريفيو: At the beginning of his her study, the investigator or researcher should be up to date with the relevant literature. تمام، في بداية دراسته يجب أن يكون الباحث على علم بالدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع دراسته، حتى تاريخه، يعني حتى تاريخ كتابة تقرير البحث أو مخطوطة البحث. يعني لو كان عندي أنا بحث بكالوريوس بسميه مخطوطة، لو كان بحث ماجستير بسميه رسالة اللي هو التقرير النهائي، لو كان عندي اللي هو بحث دكتوراه بسميه أطروحة اللي هو البحث أو التقرير النهائي. Literature Review، ما تعريف الليترشر ريفيو؟ is a survey of scholarly sources on a specific topic. It provides an overview of current knowledge allowing you to identify relevant. تمام، مراجعة الدراسات السابقة. ما هي الليترشر ريفيو؟ ايش تعريفها؟ عبارة عن مسح للمصادر العلمية حول موضوع معين. هذا المسح يوفر نظرة عامة على المعرفة الحالية، المعرفة الحالية يعني current knowledge. طيب نظرة هذه على المعرفة الحالية إيش بتوفر لي؟ allowing you to identify relevant theories, methods and gaps in the existing research. هذا المسح يوفر نظرة عامة على المعرفة الحالية، مما يسمح لك أنت كباحث بتحديد النظريات والأساليب methods والفجوات gaps ذات الصلة في البحث الحالي in the existing research، يعني البحث اللي انت بدك تجريه، دراستك انت، يعني نظرتك على الدراسات السابقة بتحدد لك ايش النظريات والاساليب والفجوات ذات العلاقة في البحث الحالي، بتديك نظرة عامة. وسبق وضربنا لكم مثال، المؤلف اللي بيألف كتاب لازم يكون قارئ اكتر من 100 كتاب ومطلع على اساليب الكتابة والاساليب اللي هو اللغوية وطرق اللي هو الاستدلال وطرق اللي هو البداية وطرق الختام، يعني كثير من أساليب الكتابة ومهاراتها لا بيكتسبها المؤلف، تمام، من خلال قراءة الكتب السابقة المئة. طيب uses of literature review: the literature review gives you a chance to، طبعا you إيش المقصود فيها you؟ أنت يعني كريسيرشر، كباحث حابب تبدأ بحث علمي، ايش فايدية الدراسات السابقة؟ ايش اهميتها؟ يعني انا كباحث لما بقرأ دراسات سابقة وبطلع على الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع بحثي، ايش بستفيد؟ اول شيء prevents you from duplication work that has been done before، تمنع الباحث من تكرار
أبحاث أخرى تم إجراءها سابقا، يعني بحث أجري وهناك إجابات عن الفجوة البحثية اللي ببحث عنها، فليش أنا أعيده؟ طالما الإجابة موجودة ليش أعيد؟ ربما أنا ببحث عن إجابة عن تساؤل بحثي ما أنا مش عارف إيش إجابته، لكن لو بحثت في الدراسات السابقة ألاقي إجابته، بالتالي ليس هناك مبرر إن أنا أجل دراستي، لأنه أريد تحصيل حاصل، الإجابة اللي أنا ببحث عنها موجودة، فلا يصح إنه أنت تبحث عن سؤال إجابته موجودة. تمام؟ اثنين، increase your knowledge on the problem you want to study and this may assist you to refining your statement of the problem. تزيد من معرفة الباحث العلمية حول موضوع الدراسة المشكلة البحثية تبعته مما يساهم في صياغة أفضل للمشكلة البحثية. اطلاعي الكافي والوافي والكبير على الدراسات السابقة بيعلمني، بفهمني إيش كيف أصيغ مشكلة البحثية من خلال ما اكتسبته من مهارات ومعارف وأساليب من اطلاع على الدراسات السابقة، من غيري ومن أساليب غيري ومعارف غيري وصياغة غيري في الدراسات السابقة. أنا كباحث بتعلم في دراستي الحالية كيف أصيغ، كيف أكتب، كيف أعبر. إيش كمان؟ ثلاثة، be familiar with different research methods. لما أنا بدي أعمل بحث أو دراسة بدي أستخدم طرق وأدوات أو بدي أستخدم طرق لإجراء الدراسة الطرق اللي بدي أستخدمها وأجريها في عدة طرق. لما أنا بطلع على الدراسات السابقة بشوف الدراسة الأولى استخدمت الديزاين الفلاني، استخدمت الطريقة الفلانية، استخدمت مثلا أساليب تحليل إحصائي معينة، استخدمت أساليب تحليل كمي معينة، استخدمت طرق قياس معينة، استخدمت أمور أخرى. فبطلع الدراسات السابقة إيش استخدمت من أساليب، إيش أفضل الأساليب بما يتناسب مع دراستي والستادي بابوليشن تبعي وبيئتي وما هو متوافر لدي من أدوات وما هو متوافر لدي من فلوس، يعني من دعم مالي، لأنه مهم. فأنا بحدد الميثود اللي بدي أستخدمها في دراستي. تمام يا أحباب؟ فأكيد الدراسات السابقة بتعطيني نظرة عامة وفكرة عامة عما تم استخدامه من ميثود. أربعة، confidence why your particular research project is needed. كمان تديك الثقة وبتزيد الثقة عندك كباحث حول أهمية موضوعك من خلال الدراسات السابقة. بتشوف جميع الأدلة اللي ساقتها الدراسات السابقة والتي تدعم أهمية موضوعك، فبتسترشد فيها في صياغة أهمية موضوعك وفي التأكيد على أهمية موضوعك أمام جهات الاختصاص، الجهات اللي بدها تمنحك اللي هو الأبروف، بدها تمنحك التراخيص اللازمة عشان تجري موضوع بحثك، أو اللي بدها تعتمد بحثك كجهات أكاديمية مثلا. تمام يا أحباب؟ طيب، writing a literature review involves finding relevant publications such as book and journal articles. تمام يا حبايبي، critically analyzing them and explaining what you found. There are five key steps. كتابة جزئية اللي هي literature review، تمام، في مقترح الدراسة الخاص فيك أو في مخطوطة البحث النهائي، لأن إحنا بنعرف ما نكتبه في مقترح الدراسة في البروبوزال هو نفسه مع الإضافة والتوسيع يتم نقله أو كتابته في المخطوطة النهائية. تمام؟ أو في مخطوطة البحث النهائي تشمل إيجاد الدراسات ذات العلاقة بموضوع دراستك زي كتب، مقالات، ثم تحليلها. مش بس بدي أجدها وأبحث عنها، بدي أحلل هذه الدراسات. وجدت أنا كتب، مقالات تناولت نفس الموضوع اللي أنا بدي أدرسه أو بدي أتناوله، بدي أحللها. تمام؟ بعد ما أحللها بدي أفسر محتواها. طيب الكلام هذا كلام عام، فإحنا كناس علميين لازم نفصل المجمل. فعشان هيك في عندي خمس خطوات مفتاحية هامة يجب على كل باحث اتباعها عند كتابة جزئية الليتريتشر ريفيو الخاصة فيه. أولى هذه الخطوات، واحد، search for relevant literature، البحث عن الدراسات السابقة ذات العلاقة في موضوع بحثك. اثنين، evaluate and summarize this relevant literature review. الدراسات السابقة اللي بحثت عنها
بدي اقيمها والخصها، حبحث عن دراسات سابقه، حيطلع عندي دراسات سابقه كثير، وعندنا حنعرف كيف اليه البحث، حنتحدث عنها، وفي المحاضره القادمه محاضره كامله حول طريقه استخدام محركات البحث في ايجاد اللي هو مقالات او تنزيل مقالات ذات علاقه في موضوع بحثك. Evaluate and summarize this relevant literature review. بدي اقيم هذه الدراسات والخصها، هل كل الدراسات اللي ببحث عنها وبلاقيها بتنفع استشهد فيها او بتكون قريبه من موضوع بحثي؟ اكيد لا، فانا بدي اقيم، وبعد ما اقيم التقييم معناته ان انا اختار الدراسات ذات العلاقه من مجموع الدراسات اللي بكون اكثر طبعا اللي انا وجدتهم. وبعدك بدي الخص، حنعرف كيف طريقه التلخيص ان شاء الله الان. ثلاثة، identify the gaps in this literature review. مهم جدا احدد اللي هو الفجوات المعرفيه والعلميه والبحثيه في الدراسات السابقه اللي انا ببحث عنها، طبعا الدراسات ذات العلاقه بموضوع بحثي. أربعة، outline the structure of your literature review. برضو بدي احدد طريقه العرض او طريقه السرد، تمام، الانسب لعرض هذه الدراسات في بحثي، ايش الطريقه الافضل لعرض هذه الدراسات. خمسة، write your literature review. بدك تكتب اللي هو الدراسات السابقة هذه في طريقة كتاب الدراسات السابقة هذه في اللي هو البروبوزال تبعك أو في مخطوطة اللي هو المخطوطة البحثية، المخطوطة البحثية بتاعتك، أي في التقرير النهائي. طبعا النقاط من 1 إلى 5 هي اللي الآن حنتناولها في شيء من التفصيل خلال اللي هو المحاضرة هذه. ونبلش في ايش يا أحباب؟ في النقطة الأولى، لكن بعد المرور في الملاحظة اللي موجودة أمامي. Important note. Important note. A good literature review doesn't just summarize sources. It is analyze, synthesize, and critically evaluate to give a clear picture of the state of knowledge on the subject. إيش الكلام هذا؟ معنى انه الليتريتشر ريفيو الجيده المنيحه لا تشمل تلخيص المراجع والمصادر ذات العلاقه فحسب. مش بس انا بتلخص الدراسات السابقه والمراجع اللي انا لقيتها او اللي بحثت عنها، انما تتضمن تحليل وتقييم لها، تحليل يعني نظره عقلانيه، تمام، وتقييم، تمام، يعني نقد لهذه الدراسات للخروج بصوره واضحه ومركزه حول المشكله البحثيه. الدراسات السابقه يا احباب هي جميع ما تم تناوله من معارف حول الموضوع أو حول المشكلة البحثية بتاعتي أو حول الموضوع البحثي اللي أنا بدرسه. من خلال الاطلاع عليها تتسع الأفق عندي، بتتسع الأفق، لما بتتسع الأفق فبصير مطلع اطلاع كامل حول المشكلة البحثية. الاطلاع الكامل هذا إضافة إلى نظرة نقدية ثاقبة بحدد الفجوات اللي كانت في الدراسات السابقة اللي أنا لازم في دراستي الحالية أغطيها، فجوات اللي أنا لازم أسدها ولازم إيش أغطيها من خلال البحث بتاعه. تمام يا أحباب؟ تمام. كما ذكرت لكم قبل قليل سأتحدث الآن عن الخطوات الخمسة الواجب اتباعها لكتابة وصياغة الليتريتشر ريفيو الخاصة ببحثنا. أولى هذه الخطوات Search for relevant literature، البحث عن الدراسات السابقة. طبعا البحث عن الدراسات السابقة يندرج تحتي اللي هو مرحلتين مهمتين. الأولى make list of keywords. Make list of keywords. Start by creating a list of keywords related to your research question. Include each of the key concepts or variables you are interested in and list any synonymous and related terms. طيب يا حبايبي، لازم احنا نحدد قائمة من كلمات مفتاحية. الكلمات المفتاحية هذه استخدمها انا في البحث من خلال استخدمها في البحث عن عناوين الدراسات السابقة او عن الدراسات السابقة ذات العلاقة او القريبة من موضوع بحثي. ايش كيف الكيوردز؟ الكيوردز عبارة عن كلمات مختصرة، تمام، انا من خلال البحث بواسطة هذه الكيوردز أو استخدامها في البحث بأتمكن إني أجد اللي هو الدراسات السابقة ذات العلاقة في موضوعي.
انا حطيت مثال هنا كي ووردز اكزامبل، مثلا دايبيتس مليتس ليبيد بروفايل كورين هارت ديزيز بالستاين. لو انا استخدمت الكي ووردز هذول اكيد حبحث عن دراسه علميه بتتناول مستويات الليبيد بروفايلز الدهون عند مرضى السكري واللي ممكن يكون عندهم كورين هارت ديزيز في فلسطين، او حتتناول مرضى السكري وعلاقتها في الكورونا هارت ديزيز، مرض السكر وعلاقته في الكورونا هارت ديزيز، او حتتناول الليبيد بروفايل وعلاقتها في الدايبيتس. فلاحظوا الكيوردز الموجوده قدامي هذه بتبحث لي عن اكثر من موضوع. عندي مثال ثاني، ميتابوليك سيندروم اي دي اف كوليج ستودنت بالستاين. اكيد واضح من الكيوردز قدامي او من الكلمات المفتاحيه انه انا ببحث عن المتلازمه الايديه للميتابوليك سيندروم باستخدام تعريف الاي دي اف اللي هو الفيدرالية الأمريكية، وبرضو عند طلبة الكليات في فلسطين، أو تعريف الـ IDF عند طلبة الكليات اللي ممكن يكون عنده ميتابوليك سندروم. يعني أكثر من، يعني جميع المقالات التي ذكرت أو تناولت الأربع كيوردز هذه حي محرك البحث حيجد لي إياها. وبعد هيك أنا زي ما حكيت عندنا زي ما حنشوف حنلخصها ونفرزها وناخذ المقالات اللي احنا معنيين فيها. طيب طريقه البحث كما قالت العرب سابقا وفي المثال يتضح المقال، في المحاضره القادمه ان شاء الله رب العالمين حنزل فيديو حول كيفيه استخدام الكيوردز تمام في البحث عن اللي هو المواضيع البحثيه او العناوين او المقالات العلميه اللي انا معني فيها. اثنين يا حبايبي، الخطوه الثانيه سيرش فور ريفيلنت ليتريتشر فروم سورسز. الآن حددت الكيوردز تبعتي، حددت الكيوردز تبعتي. أنا مثلا بدي أدور مثلا على سبيل المثال مثلا الكلامبسيا عند بريجنت وومن، فبحط كلامبسيا زائد بريجنت وومن وببحث في محرك البحث بيجيب لي جميع المقالات التي تناولت هذا الموضوع. الآن وين المصادر، إيش المصادر اللي أنا ممكن أدور منها أو أجد منها الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع بحثي؟ إيش هي المصادر؟ مصادر كثيرة، حدث ولا حرج. الكتب books in libraries، الكتب في المكتبات تمام. organizations situations زي WHO Minister of Health اللي هي الهيئات والمنظمات الرسمية زي منظمة الصحة العالمية Minister of Health وزارة الصحة. الpublished information المعلومات المكتوبة مثل الكتب المنشورة على الإنترنت الجورنالز، والجورنالز اهم شيء الجورنالز لانه العلم والابديت كله موجود في الجورنالز. عشان هيك دائما وابدا احنا بنقول طلابنا اكثر من 90% من الريفرنس تبعتك لازم يكون من جورنالز، وجورنالز تكون هاي امباكت يعني ترتيبها عالي محكمه ومصنفه ذات قيمه ضمن سكوبس او اي اس اي تمام. ممكن انا استشهد او اجد معلومات في ان ببلش دوكيومنتس يعني اعمال غير منشوره زي على سبيل المثال تقارير المستشفيات، دراسات موجودة لدى مؤسسات أو جمعيات ذات علاقة بتكون مش منشورة لكن تقاريرهم وسجلاتهم موجودة، فممكن أنا أستخدم التقارير والسجلات وأستند عليها في البحث العلمي. من وين برضو ممكن أجيب معلومات؟ يعني الدراسات السابقة من وين مصادرها؟ الكمبيوتر بيس لتريتشر سيرش such as بيدلاين PubMed جوجل سكولر إبسكو قاعدة بيانات طبعا إبسكو، طبعا البحث من خلال الكمبيوتر على الإنترنت وهذه من أهم وسائل البحث. إن شاء الله في المحاضرة القادمة هوضح لكم كيف البحث في جوجل سكولر والبحث في باب ميد تمام. إبسكو عبارة عن قاعدة بيانات بتوفر كتير من المقالات العلمية بشكل مجاني، طبعا بتكون open access مفتوح تمام يا حبايبي. طيب برضو من وين أنا ممكن أحصل على معلومات؟ قال لك من opinions beliefs of key persons من خلال الأشخاص المتخصصين أو ذوي العلاقة أو ذوي الخبرات. يعني أنا بدي أجري بحث عن مثلا سرطان الثدي عند النساء البريست كانسر أمانج وومن، لو رحت لأنا لأطباء النساء برضه هذول الناس كي بيرسونز ممكن يعطوني معلومات ويفيدوني حول الحالة الوبائية، حول طرق العلاج، طرق التشخيص ما إلى ذلك. لو رحت لأخصائية حيل طبية ممكن يتكلموا عن التشخيص المخبري تبع طبعا أخصائية حيل طبية متخصصي الباثولوجي تمام أو الهيستولوجي. الناس هذول ممكن يفيدونا انهم يعطوني كيف طرق التشخيص المخبري وايش الحالات اللي مرت عليها وايش الستيجز الموست كومون اللي كانت منتشره ما بين الستات هذول. ايضا من مصادر اللي تنشر ريفيو الكلينيك اند هوسبيتال بيز داتا تمام فروم روتين اكتيفيتي ستاتستكس.
سجلات المستشفيات وتقارير العيادات. انا دائما بحكي لزملائنا اخصائي الحالة الطبيه الموجودين في المستشفيات، انتم موجود عندكم بنك معلومات كبير بامكانكم تستندوا عليه، على بنك المعلومات هذه انكم تعملوا تحاليل احصائيه، بالتالي تستخرجوا او تكتبوا دراسات كثير استنادا على المعلومات الموجوده عندكم في الاجهزه وفي التقارير وفي السجلات تاعت المستشفيات. اخر حاجه scientific conferences اللي هي المؤتمرات العلميه برضو تمثل مصادر معلومات. طبعا باكد انا على المعلومه اللي تو حكيتها او اللي تحدثت عنها قبل قليل، انه المحاضره القادمه ان شاء الله رب العالمين سنتحدث معكم عن اشهر محركات البحث الاكاديميه، وهذه محاضره مهمه جدا حتفيدكم طوال حياتكم في البحث عن اي شيء، تمام، او عن اي مقاله علميه او اي كتاب علمي او اي موضوع علمي من خلال محركات البحث الانسب والافضل والطرق الوصول الاسهل والاسرع. ستيب 2، الخطوه الثانيه. الان انا بعد ما حددت الكيوردز في الخطوه الاولى اللي بدي استخدمها في البحث عن اللي هو الموضوع او الدراسات السابقه ذات العلاقه في موضوعي، وبعد ما بحثت عنها من خلال محركات البحث او بحثت عنها في كتب او في تقارير المستشفيات وما الى ذلك، بدي انتقل لمرحله تقييم وتلخيص الدراسات السابقه. نزلتها انا موجوده قدامي، هي قدامي، نزلت من 100 مرجع ما بين بيبرز، ما بين كتب، ما بين تقارير مستشفيات، ما بين اللي هو نتائج غير منشوره، حطيتها قدامي، الان بدي الخصها وبدي اقيمها، اشوف ايش اللي بينفع وايش اللي بينفعش، ايش القريب وايش الاقرب، ايش المناسب وايش الانسب بالنسبه لاني استشهد فيه. وبعد هيك بدي لما اختار الانسب بدي الخصه. عشان هيك يا حبايبي، you probably won't be able to read absolutely everything that has been written on the topic. You will have to evaluate which sources are most relevant to your questions. يجب عليك قراءة كل شيء أنت كباحث، يعني كتب ونشر حتى تاريخه حول موضوع دراستك من خلال المصادر والمراجع المختلفة اللي أنت نزلتها. طيب، لتقييم for evaluate for each publication ask yourself، لتقييم المنشورات العلمية اللي انت نزلتها وموجودة قدامك الآن اللي لها علاقة بموضوع بحثك، لازم تسأل نفسك أسئلة رئيسية. الأسئلة الرئيسية هذه منها هتصل وتعرف مين المهم ومين الأهم، مين المناسب ومين الأنسب من هذه الدراسات اللي انت تستشهد فيه وتكتبه عندك او تلخصه عندك في البروبوزال بتبعك او في مخطوطة الدراسة بتبعتك. What question or problem؟ السؤال الاول، What question or problem is the author addressing؟ ما هو السؤال او المشكلة البحثية التي تناولها المؤلف الباحث؟ المؤلف الباحث طبعا بتكلم عن البيبر، المقالة او المرجع السابق اللي انا نزلته. فانا بسال نفسي ايش المشكله او السؤال البحث اللي تناول المؤلف الباحث. طبعا الاسئله هذه مهمه، لانه انا من خلال ما سؤال عن مشكلته وفهمي لها هعرف اصيغ مشكلتي انا، تمام، وهعرف ايش الفجوه اللي تركها. اثنين، بدي اسال حالي كمان what are the key concepts and how are they defined، ما هي المفاهيم الاساسيه لدراسه الباحث وكيف تم تعريفها. السؤال الثالث، What are the key theories, models and methods، ما هي النظريات والنماذج والأساليب الرئيسية التي تناولها. كلها أسئلة مهمة. السؤال الرابع، What are the results and conclusions of the study، ما هي نتائج واستنتاجات الدراسة. لاحظوا حضراتكم الأسئلة اللي بسألها إدي حلقيها، ادي الاسئله اجاباتها ادي هاخدها والخصها انا، وين حلخصها؟ ادي حنشوف وين حلخصها. لاحظوا كلمه سمرايز يعني الايفاليويت من خلال الاسئله هذه. اجابات الاسئله هذه او مواطن اجابات الاسئله هذه في مقاله الباحث، الباحث اللي انا نزلت مقالته، تمام، واللي انا بدي استشهد بمقالته، هاخدها واجمعها في اندكس كارد زي ما عدنا حنشوف في تمبلت اللي هو في نموذج تدوين ملاحظات، وألخصها
عندي، يعني المقالة 10 صفحات حتصير عندي بصفحة أو صفحة ونص فقط. لكن هل كل المقالة؟ لا، إنما زبدة المقالة. إيش زبدة المقالة؟ لإجابات الأسئلة هذه اللي أنا قاعد بسألها. من ضمن الأسئلة: How does the publication relate to other literature in the field؟ تمام؟ يعني كيف يتعلق البحث المنشور لهذا الباحث بالدراسات السابقة في نفس المجال؟ من ضمن الأسئلة: Does it confirm, add to or challenge established knowledge؟ هل البحث هذا أو الدراسة هذه تاعت الباحث، تمام، تؤكد أو تضيف أو تحتوي معرفة أو تتحدى المعرفة الراسخة أو المتعارف عليها؟ يعني هل بضيف معلومات، تمام، أو تؤكد معلومات أو فرضيات أو نظريات أو بتخالفها؟ كل هذه أسئلة بدي أسألها. 7. How does the publication contribute to your understanding of the topic؟ يعني كيف يساهم هذا المنشور في فهمك للموضوع؟ What are سؤال ثامن: What are its key insights and arguments؟ ما هي الأفكار والحجج الرئيسية التي استند عليها هذا البحث المنشور تاع الباحث، يعني اللي أنا بدي استرشد فيه أو استرشد فيه؟ سؤال تاسع: What are the strengths and weaknesses of the research؟ ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا البحث؟ مهم جدا حدد نقاط القوة ونقاط الضعف. السؤال العاشر أو الأخير: Make sure the sources you use are credible. تأكد من أن المصادر والأبحاث اللي أنت تستخدمها ذات مصداقية. يعني بروحش أنا أبحث منشور بمجلة مصنف إنها مجلة ضعيفة أو مجلة مقرصنة وروح بستشهد فيه أو بسترشد فيه. طبعا هذه الأسئلة هي غيض من فيض من الأسئلة ممكن تتبادر لذهنك وأنت لازم تسأل نفسك عنها. الأسئلة هذه لازم تبحث عن إجاباتها في المقالات وفي الدراسات وفي الأبحاث السابقة اللي أنت بحثت عنها ونزلتها من محركات البحث أو وجدتها في كتب أو في مصادر مختلفة وجدتها ذات علاقة في بحثك. فلازم أنت تبحث عن إجابات هذه الأسئلة، لأن إجابات هذه الأسئلة هي الكنز الثمين، هي المعلومات القيمة اللي حتفيدك في أنه أنت تصيغ مشكلة بحثك وأنه أنت تبحث عن فجوات، تمام، في الدراسات السابقة، بالتالي أنت تقوم بسدها من خلال إجراء بحثك، وأنت تحدد أيضا أهداف بحثك بشكل علمي ومنطقي بناء على الفجوات اللي وجدتها في الدراسات السابقة. طيب الآن يا حبايبي، المصادر أو المراجع اللي أنا موجودة قدامي، نزلت مقالات، وجدت كتب، جبت تقارير من مستشفيات، جبت اللي هو نتائج تحليل إحصائي مثلا عملتها مختبرات طبية، أي يكن إيش المعلومات أو الليتريتشر اللي أنا جمعتها من مصادرها المختلفة، كيف إيش بدي أسوي فيها، كيف بدي أتعامل معها؟ يعني من الآخر بدي ألخصها، كيف بدي ألخصها؟ أول شيء should first be skimmed or read، بقرأها قراءة سريعة، skimmed يعني قراءة سريعة، read قراءة أبطأ من قراءة سريعة، then summarize of the important information in each of the references may be recorded on separate index card or tablet for taking notes. بعمل على تلخيص هذه الدراسات اللي موجودة أمام أو اللي أنا نزلتها في شيء اسمه بطاقات الفهرسة أو نموذج تدوين الملاحظات. كيف يعني؟ الآن أنا عندي نموذج template for taking notes اللي هو نموذج تدوين ملاحظات. إيش فكرته النموذج تدوين ملاحظات؟ لاحظوا حضراتكم الإكزامبل الموجود قدامي هنا. هذا الإكزامبل عبارة عن تلخيص لمقالة علمية. للعلم، المقالة العلمية هذا القالب طبعا احنا كباحث بتاخده جاهز، طبعا هي اهم الامور اللي لازم انا اخذها من المقاله العلميه، او كان عنوان المقاله to compare the libido profile levels among اللي هو urban and rural population، عند ناس ساكنين في مناطق قرويه وناس ساكنين في مناطق حضريه، فاحنا قارنا مستويات الدهون ما بينهم. طبعا هذا بحث منشور لمجموعه بحثيه، يعني
مجموعة بحثية معايا. إيش المعلومات اللي أنا دورت عليها وأخذتها من المقالة؟ لاحظوا التمبلت هذا تكون تقريبا هو صفحة واحدة، لكن إحنا لضرورة العرض على الباوربوينت اضطررت إن أنا أقسمه على سلايدتين. Complete citation، جبت اللي هو إيش؟ Complete citation اللي هو تعريف بالباحثين بشكل كامل. هي عنوان المقال: Comparative Study of Coronary Risk Factor Between Urban and Rural Diabetes in Gaza Strip. الجورنال المنشورة فيه أو المجلة Journal of Arab American University، طبعا مجلة الجامعة العربية الأمريكية بجنين، طبعا فوليوم 3 عدد 1 عام 2017. المؤلفين أكرم الطاهر أو الطاهر والجبور والشاعر وصبح. تمام، هي أول شغلة لازم أخذها من المقالة، أول مقالة موجودة قدامي بدي أخذ كومبليت سايتيشن لها بالشكل هذا. اثنين، ويب أكسس، وين الموقع اللي أنا جبتها منه، موقع المجلة، بنسخه نسخ لصق اليو ار ال. ثلاثة، الكيوردز، الكيوردز بتكون موجودة في المقالة باخذها من المقالة وبنسخها الكيوردز. أربعة، البروبلم ستيتمنتس، ببحث في المقالة عن صياغة المشكلة البحثية وهي غالبا بتكون آخر فقرة في الانترودكشن، بأضع المشكلة البحثية، كان عندي في المقالة هذه المشكلة البحثية هاي ريسك اوف كورونا هارت ديزيز از سين ان دايابيتس كاركترايزد باي ليبيد ابنورماليتيز اتسترا إلى آخره. أيضا الجنرال اوبجيكتيف اللي هو الايم أيضا بجيبه من خلال الابستراك تبع المقالة، نسخ لصق بنسخه هان. السبيسيفيك اوبجيكتيفز ايضا بجيبه من خلال الميثود، من خلال الميثودز اللي اتبعتها اللي هو المقاله، من جزئيه الميثودولوجيا او الميثودز بجيب السبيسيفيك اوبجيكتيفز. الهايبوثيسز، الهايبوثيسز بفهمها من خلال السبيسيفيك اوبجيكتيفز اللي انا جبتها من الميثود، الفرضيه بتاعت الدراسه. السيجنيفيكانس، اهميه المقال، الاهميه بتاعت الدراسه اللي طبعا انتشرت في المقاله هذه، هي الباحث انا استشهدت فيه، ايضا باجيبها. طبعا طريقة التعامل مع الدراسات السابقة وكيفية تحديد السيجنيفيكانس منها اللي من المقالة، لو أنا عندي مقالة كيف بتحدد الهايبوثيسيس، كيف بتحدد السيجنيفيكانس، كيف بتحدد الميثودولوجي، كيف بتحدد جنرال اوبجيكتيف، هذا أمر إحنا بنشرح عدد في مساق حلقة بحث واحد للطلبة، لكن أنا حبيت أذكره هنا من باب إنه تكون المعلومة متسلسلة. تمام، ونبني المعلومة بشكل صحيح وبشكل تسلسل بحيث يسهل حفظها على الطالب. الميثودولوجي طبعا بتلاقوها بشكل واضح في المقاله، فبننسخها نسخ لاصق، مش نسخ لاصق كل الميثودولوجي، لا ملخص بسيط جدا. المين ريزلت، ايضا بضع المين ريزلت اهم النتائج من خلال الجداول، ايضا مختصر بسيط جدا. امبورتنت فيجرز، اذا في والله فيجرز هامه شد انتباهي انا حستشهد فيها وحستدل فيها اثناء كتابه اللي هو تقرير بحثي باخذها. الكونتكست، الكونتكست يعني بدي احدد نقاط القوه ونقاط الضعف الموجوده في الدراسه واهم الفجوات اللي كانت موجوده في الدراسه، هذا اللي احنا بنسميه الكونتكست. تمام، كونكلوجن اهم استنتاج في الدراسه ايضا بجيبه من المقاله. اخر حاجه سايتد ريفرنسز، ايش اهم المراجع اللي استندت عليها المقاله هذه ممكن تفيدني. يور كومنتس، اذا في اي اشياء اخرى بدي اعلق عليها ايضا بحطها. لاحظوا حضراتكم التبلت هذا فور تيكينج نوتس اللي هو نموذج بدون ملاحظات، نموذج صغير كبيره من صفحه لصفحتين، لكن بلخص فيه اهم معلومات وزبده المعلومات وزبده المقاله اللي هي اصلا حتكون 10 صفحات او 12 صفحه او 15 صفحه. لو انا عندي مثلا نزلت لبحث ماجستير مثلا حنزل لي 50 مقاله، ال 50 مقاله اضرب في متوسط 10 صفحات 500 صفحة، لكن لو استخدمت القالب هذا التمبلت ال 50 مقالة حيكونوا 50 صفحة. تمام يا أحباب؟ أيضا 50 صفحة مركزين أهم المعلومات وأهم الكلام، لما بكتب ولما بدي أصيغ، لما بدي أصيغ مثلا البروبلم ستيتمنت تبعتي المشكلة البحثية، بطلع والله العظيم أهم 10 مقالات كيف صاغوا، من خلال صياغتهم بتعلم وبصيغ مشكلتي البحثية. تمام؟ بدي أصيغ أهدافي، بطلع العشر مقالات ايش الاهداف اللي صاغوها. تمام، بتعلم من كيف الصياغه بصيغ اهدافي. ايضا في مشكلتي البحثيه، ارجع للمشكله البحثيه، ايش الفجوات اللي تركوها العشر مقالات، ايش الاسئله اللي ما جاوبوش عليها، فانا بروح بصيغ مشكلتي البحثيه بعد فهم للفجوات اللي تركوها، بحيث ان اسد الفجوات المعرفيه اللي تركوها من خلال دراستي انا، وهكذا. فاصبح يا حبايبي التمبلت فور تيكينج نوتس هذه مرحله كثير مهمه في الدراسه
البحثية كتير كتير مهمة، بتوفر عليك جهد وتوفر عليك وقت. تمام يا أحباب؟ تمام. طيب الخطوة الثالثة identify the gaps in relevant literature while reviewing literature. طبعا literature مقصود literature review. تمام. All what is known about the study topic should be summarized with the relevant references. This review should answer question to identify the gap. إيش معنى الكلام هذا؟ أثناء مراجعتك أنت كباحث للأدبيات والدراسات السابقة لازم أنت تلخص ما هو معروف عن موضوع الدراسة. تمام؟ إيش المعروف وما معروف ومؤكد عن موضوع الدراسة تبعتك. تمام؟ وأيضاً المراجع اللي أنت قرأتها لازم تجيب عن عدة أسئلة لتحديد الثغرات البحثية. الأسئلة هذه اللي أنت لازم تدور عليها وتحاول توجدها وتحاول أنت تسألها لحالك دائماً. How much is known؟ أول سؤال، ما مقدار ما هو معروف عن الموضوع؟ السؤال الثاني، What is not known؟ ما مقدار ما هو غير معروف عن الموضوع؟ يعني الموضوع قيد الدراسة اللي أنت بتتناوله في الدراسة. السؤال الثالث، ما الذي يجب عمله؟ What should be done based on what is lacking؟ ما الذي يجب عمله لسد الفجوة المعرفية حول هذا الموضوع؟ لأن يا حبيبي لو تكلمت عن الفجوة، ما هو تعريف الفجوة المعرفية؟ الجابز أو الفجوات المعرفية. What is missing from the literature؟ الفجوة، ما هو مفقود من الدراسات السابقة؟ يعني ما هي التساؤلات العلمية أو المعرفية التي لم تجيب عنها الدراسات السابقة؟ طب التساؤلات العلمية والمعرفية التي لم تجيب عنها الدراسات السابقة، يعني بين قوسين الجابز، ما هي؟ هي الفرق بين ما هو معروف وما هو غير معروف. يعني الفرق بين ما هو how much is known و what is not known هو الفجوة. تمام؟ المسافة أو الفرق بين ما هو معروف وما هو غير معروف يمثل إيش يا حبايبي؟ اللي هو الفجوة المعرفية، اللي أنا لازم أسدها بدراستي. وإلا لو أنا رحت عدت وكررت الدراسات السابقة أصبح ليس هناك لازمة لدراستي، قتل بحثاً الموضوع، بكون موضوع مكرر. تمام يا أحباب؟ تمام. Step 4، الخطوة الرابعة، Outline the structure of your literature review. After collecting the required information on the index card or template for taking notes، بعد ما ألخصت أنا المية مقالة اللي عندي في 10 صفحات اللي هو template for taking notes، the investigator يعني الباحث should decide in which order he/she wants to discuss previous research findings. بعد ما أنت جمعت المعلومات المطلوبة ولخصتها في بطاقة الفهرسة تبعتك أو في نموذج تدوين ملاحظات، أنت كباحث يجب أن تقرر في أي ترتيب بدك تناقش اللي هو نتائج الأبحاث السابقة أو ما تناولته الأبحاث السابقة. في ناس بقولك from global to local، بروح من الدراسات اللي انتشرت في أبعد مكان في العالم، مثلا في أمريكا، في أوروبا، بعد هيك بقرب على الشرق الأوسط، بعد هيك بقرب على الإقليم، بعد هيك على الدولة، يعني بضيق from broader to focus. ممكن يعرض الدراسات السابقة أو يناقشها من خلال الدراسات اللي تتحدث عن الموضوع بشكل عام بشكل موسع، ثم مرورا بالدراسات التي تضيق حتى تصل إلى الدراسات التي ضيقت إلى أدق إيش التفاصيل. الطريقة الثالثة from past to current، من الماضي إلى الحاضر، وبشكل طبيعي الدراسات القديمة لغاية أحدث الدراسات. لو أنت بدك تحدث إنسان قصة أكيد حتتكلم تبلش القصة من الماضي للحاضر، فنفس القضية الدراسات السابقة. طيب الخطوة الخامسة أو step 5، write your literature review. إذا أنا كباحث عندي مقالة لخصتها في الindex card، تمام، أو لخصتها في template for taking notes لو نموذج تدوين ملاحظات، تمام، كيف بدي أكتبها من نموذج تدوين ملاحظات؟ كيف بدي المقالة هذا أو الدراسة هذه بدي أكتبها عندي في البحث؟ صلى على النبي. الآن لازم أكتب كل دراسة على شكل باراجراف تقريبا نصف صفحة، أنا هيك بفضل يعني في الأسلوب عشان بتكون يعني أسهل في القراءة وتكون مركزة في المعلومات. تمام،
الدراسة هذه اللي نص صفحة أو ثلث صفحة، من ثلث صفحة لنص صفحة، إيش أهم المعلومات اللي لازم أنا أتناولها أثناء الكتابة من الدراسة؟ المعلومات أنا بخترعهاش من عندي، إنما مذكورة من نفس الدراسة، إنما باخذها من الدراسة وبلخصها عندي في البروبوزال تبعي أو في المانيوسكريبت تبعتي. المعلومات هذه لازم تكون أذكر ذا ستادي ديزاين، تصميم هذه الدراسة. كيس كنترول، بروسبكتيف، ريتروسبكتيف، لونجيتيودينال، اتسترا. And the general objective، ولازم أذكر الـ general objective، الهدف العام. اثنين، researcher name، حقه أذكر اسمه للباحث، البلد تبعته، تاريخ عمل الدراسة، يعني بين قوسين الـ referencing. الكلام هذا كله معناته اللي هو الـ referencing، إنه أنا أعمل إشارة للباحث، يعني التوثيق. ثلاثة، الميثودولوجي، مش كل الميثودولوجي، أهم الميثودولوجي. إيش الميثودولوجي اللي استخدمها؟ يعني للصد بما يعني تشمل تحديد للستادي سبجكت اللي هو الستادي بابوليشن اللي هو عينه او مجتمع الدراسه، السامبل سايز حجم العينه، سامبلينج سايت مكان جمع العينه، انكلوجي كريتيريا اهم اللي هو شروط اللي هو اختيار العينه وما الى ذلك. اهم محتويات الميثودولوجي لازم اذكرها. الشغله الرابعه في الريزلت لازم اذكر الاقي يعني في الفقره هذه اللي تمثل ثلث صفحه او نص صفحه اللي هي ملخص من الدراسة السابقة أنا بدي أحطه في البروبوزال تبعي أو في المانوسكريبت تبعتي، لازم أذكر الـ most important finding related to your topic أو problem. لازم أذكر أهم النتائج اللي طلعتها الدراسة السابقة اللي أنا قاعد بستشهد فيها ذات العلاقة في الموضوع، مش كل النتائج، أهم النتائج. أحد الطلاب ربما يسأل من اللي بيحضر هذا الفيديو، أنا مش فاهم إيش الكلام اللي بتحكي أنت، أنا حقول له وفي المثال يتضح المقال. المثال هذا اللي أمامكم عبارة عن قالب لكيفية كتابة دراسة سابقة. القوالب هذه ممكن حضراتكم تاخذوها وما عليكم إلا تعملوا تعديل بما يتناسب مع الدراسة السابقة. مثلا محمد اتقال، هي أنا ذكرت اسم المؤلف، ممكن يكون عندك في الدراسة تبعتك اسم مؤلف إدوارد. إن باليستاين ممكن المؤلف اللي عندك يكون مثلا النيجيريا 2013، ممكن الدراسة تبعها تكون في 2017. They analyze Syria from 200 بيشنت مثلا، جاب اللي هو جمع سيرة من 200 بيشنت، 100 كيس و100 كنترول. تمام، لاحظوا حضراتكم الشروط كلها اللي انا ذكرتها الخمسة هي موجودة في الفقرة. طبعا هذه فقرات افتراضية لاجل تفهيمكم الفكرة، وممكنكم الاستعانة فيها ايضا في الكتابة. To evaluate، ايفالويت ايش؟ يعني لازم احط الهدف، بدي يقيم مثلا الليبيد بروفايل، بدي يقيم مثلا اللي هو الكيدني فانكشن تيست، بدي يقيم اي شغله، بدي يقيم الهرمون، تركيز الهرمونز ايا يكن. اند ذي فاوند ذات، ايش فاوند ذات معناتها؟ يعني بدي اهم الريزلت، يعني باخذ اهم الريزلت وبحطها وين في النقاط هذه. مثال ثاني، اكرم اتقال، هي اسم المؤلف والسنه، هاي ريسيرش تو انفستيجيت ذا، الهدف بعد ذا بدي احط في النقاط هن هدف الدراسه. and they reported that، بدي احط هنا اهم نتائج الدراسه. لاحظوا في الجمل هذا او في الفقرات اللي انا حطيتها امامكم، مجرد انت ما تحط في محل النقاط اللي هو الاهداف او اهم النتائج او كذا، بتصير عندك اللي هو ايش، فقره كامله او باراجراف كامله من طول صفحه لنصف صفحه حول اللي هو ايش، الدراسات السابقه. ايضا مثال بعدي، I like the previous studies، لو لقيت انا مثلا دراسه بتخالف اللي هو الدراسات السابقه، three studies او مثلا دراستين، او one study reported that، ايش قالت؟ اهم نتائجها reported that، وايش كمان؟ وجدت ايش؟ and they found that. وهي اللي هو طبعا التوثيق مهم، المؤلف، اسم العائله ومين؟ والسنه. تمام يا احباب، وهي بقيه الامثله على الشاكله. طبعا لو احنا كطلبه يعني باحثين، يعني حضراتكم كباحثين مبتدئين، يمكنكم تاخذوا القوالب هذه تمام وتسترشدوا فيها في الكتابه، في كتابه الليتريتشر ريفيو. تمام يا احباب، وطبعا احنا ممكن نعطيكم يعني مقاله معينه كواجب، ونطلب منكم تلخصوا المقاله هذه ثلث صفحه تمام من خلال الليتريتشر ريفيو او من خلال استنادا على هذه القوالب. طيب نستذكر مع بعض اللي ما وصلنا. تحدثنا عن صفحة العنوان، تحدثنا عن الليست اوف كونتنتس اللي هو فهرس المحتويات، تكلمنا عن البارت الاول للبروبوزال ومحتوياته اللي هو الانتدكشن اند الباك جراوند في
المكونات الرئيسية للبروبلم ستيت مثل objectives general and specific justification significance hypothesis. واليوم نهينا معكم أو أنهينا معكم موضوع literature review. إن شاء الله المحاضرة القادمة حننزل لكم اللي هو الفيديو اللي من خلاله حتعرفوا كيفية استخدام محركات البحث في البحث عن مقالات علمية، تمام، بشكل سهل وشكل سريع. الله أسهل لكم جميعا التوفيق والسداد.